السلام عليكم، تحياتي للجميع، اهلا وسهلا فيكم. اليوم نزل باكيج ريال مدريد، اليوم راح نحاول نحصل على خدمات اللاعبين الاسطوريين في ريال مدريد. صراحة اتمنى كافامينجا وكريم بنزيما او كورتوا، باقي اللاعبين موجودين عندي صراحة. راح نبلش على بركة الله في هذا المقطع، وان شاء الله اول ما نوصل 100 مشترك راح نشتري باكج ميسي وباكج نيمار لعيون المتابعين. واهلا وسهلا فيكم، تابعوني. هون بأول باكيج يا شباب حصلنا على خدمات اللاعب فالفيردي، لكن صراحة اللاعب متوسط، مش راح يكون له تأثير قوي جدا بوجود مودريتش بوجود فيراتي عندي في التشكيلة، فما أتوقع أنه راح يكون له مساحة، لكن راح نحاول نستفيد من خدماته. نشوف الباكيج الثاني. بسم الله، ايوه اتمنى يكون كريم بنزيما. مين يا هل ترى؟ اوه شيت، فينيسيوس جونيور. فينيسيوس عندي موجود بالتشكيلة من الاساس، وصراحة لاعب قوي بستفيد منه في كبديل. نعم، نشوف هون الباكج الثالث. ان شاء الله يا رب يكون كريم بنزيما او كورتوا او كافامينجا، يعني لاعب مش موجود عندي. نشوف، بسم الله، يلا. اي فوتبول بخيلة جدا صراحة، ثلاث فتحات لهذا الباكج فقط. من يا هل ترى؟ او رودريجو، لاعب جيد لا بأس يعني صراحة. عندي محمد صلاح على الجهة اليمين وميسي، ان شاء الله انه يكون له مكان في التشكيلة. تشرفت بحضوركم يا شباب، واهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله راح نصور مقطع باكج نيمار وباكج ميسي. تابعونا على القناة، واهلا وسهلا فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.